يا جماعة طبعا ماما مرة مستحية تتكلم تقول لي وإيش أقول يعني. ماما يلا ابدأ. كذابة ماني مستحية. أنت والله أنك مستحية. ليش بتقولي ليش أقول إيش أسوي إيش أدري؟ كذابة والله يا متابعت نور أنا أحبكم مرة. وهي بس حسداني. ليه حسداك؟ عشان دحين بفتح حساب. طيب افتحي. الله يوفقك. مشهورة؟ أنا كان بصير مشهورة زيها. والله بدعمك. إيش يعني؟ يلا هي وريني. يلا قولي لهم. أول حاجة. أيوة يلا قولي لهم السر. السر في هذه الحاجات شايفين؟ أيوة. هذه بصل. أيوة. مقطعة. أيوة. طبعا دلعتها تقطعتها شوي مدورة. أنت خلي أسوي زي ما سويتي مش اللي قطعتيها فاطمة. ايش تقول أنا قطعتها؟ الدادة كانت قطعتها. أيوة أوريك زي ما تشوفين. شوفوا كيف. وهذا إيش طبعا القرنفل. تخيل. يسموه مسمار. ايوه طيب. هذه المويه اللي احطها في شعري، هذه المويه اللي نعجن بيها. ماما قولي لي ايش المحلب اللي قلتي لي اول عليه بس قلتي لي صعب على الناس. بس ما عندي عشان احلب كمان في ناس ما يحب ريحته. طيب بس انا احب ريحته ترى ريحته حلوه بس ما عندي اليوم. طيب طيب هذه كل الحاجات شيلوها. ايوه كذا. ايوه في القدر. طيب قرنفل مش فبلان. قرنفل وتوم وبصل. وبصل كيف قطعوه؟ كبير 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 كله. طيب يعني مو ضروري تقطعوه مدورات وحركات بس انا عشان نور طبعا. طيب نور برستيج يعني. تمام. حطوا الغلايه فيها مويه حاره خلاص. ايوه حطوا المويه الحاره في القدر. الله الله هذه الفايده والله السر والفايده في هذه اقسم بالله من كان مرة شعري صار ما أقول لكم شعري صار كثير بس والله فرق في الاستشوار صار شعري فيه فوليوم والله 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 إني ما أكذب. خلاص خلوها كده 10 دقائق فوق النار. ماما يغلوها في النار؟ أيوة 10 دقائق نغليها في النار. أيوة طيب بعدين خلوها لما تبرد وتصفوها وتعجنوا الحنة. أيوة الحنة تروحوا عند العطار تاخذوا. يا رب تسلم هذه اليدين اللي صارت صفرة من كثر ما تحط اللي حنة. شوفوا كيف. والله مسكينة أشغلتها. طيب ايه يا ماما قولي لهم الحنه والسدر. حنه وسدر من العطار. تقولي لهم الحنه اليمنيه الاصليه. ايوه حنه يمنيه بس مو لازم اصليه عشان لا يضحكوا علينا بس حنه يمنيه معروفه. طيب طيب اوكي وتعجنوها بالمويه هذه بعد ما تبرد المويه. اهم شيء تبرد المويه بعدين تعجنوها. ايوه خلاص تخليها 24 ساعه 10 ساعات يعني تتخمر اهم شيء تتخمر يعني. أيوه. ما تعجني. طيب ايش في يا ماما؟ يدك ايش ما ححرق نفسي يعني ما يعني بعد ما تعجنوا العجينه حقت الحنه اوريكم انا قد ايش سمكها. ايوه ما تحطيها بشعرك على طول لازم تتخمر يوم كامل وتحطي عليها زيت. ايوه نحط حلو اوريكم بصراحه زيت الذره مره حلو. الله يا ماما الله هذه شكرا شكرا بعد الله ثم هذه الخلطه والله شعري صار رائع. ماما بالله مو كل يوم اقول لك سوي لي حنه. اي بس هو لازم في الاسبوع مره واحده بس قلت بنات يلا بسم الله شوفوا الكميات. اول شيء حتحط سدر هذه ملعقة ونص سدر ابدا ما تكثروا ملعقة ونص. اوكي دحين نجي للحنة شوفوا الملعقة مرة تعبيها 2 3 اوكي 4 5 بعدين تخلطوه تشوفوا. ماما سوي لي خفيفة قلت لي خفيفة كل ما كانت خفيفة كل ما كانت أفيد. فوق وجهك لكن عادي خليه ينزل. مو أفيد بس إنها تمشي في الشعر يعني كامل الجامدة بصعوبة تمشيها في الشعر. طيب بعدين حنحط الزيت. في ناس يحطوا كمان لبن ما بتبغوا. لا مو لازم خلاص حتزودي كمان 6 حزود علشان حسيت انه بنات هذه السادسه. طيب لانه حسيته خفيف هو على حسب القوام كيف تخليه.
ملعقة كركم. طيب. عشان يدي للشعر لون حلو. بس هذا اختياري صح؟ ترى في المرتين اللي ماما سويت لي فيها الخلطة هذه ما سوت كركم، هذه أول مرة تحط كركم. فعادي تقدروا تستغنوا عن الكركم. خلاص شوفوا قديش، شايفين كيف؟ جامدة كيف؟ زي عجينة الكيكة. طبعا كل واحدة فيكم تخلي أمها تسوي لها. عشان سبحان الله. إي سبحان الله يعني لو 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 واحدة من البنات سوتها ما راح تضبط، بس لو الأم سوتها حتضبط، ليه؟ عشان الأم حنونة. أيوه والحنة حنونة. والحنة حنونة، ما شاء الله على الشعر يتربى كده على الحنان. اي والله الحنة حنونة. الحنة حنونة؟ ايوه. قولي والله والله العظيم. حشبقي عنده حرارة في رجوله، في جسمه، يسوي حنة. ايوه. ويصير جسمه بارد شوية. ما شاء الله. حنة حنونة. ما شاء الله تبارك الله. دي معلومات حصرية ما تلاقوها عندي في الطوم. بص قدامك متحرك، شوف طرف اصابيعها، شايفي؟ طرف اصابيعها. شايفين هذا هو القوام. شوفوا. هذا هو القوام. مو خفيفة مرة ولا ثقيلة. ركزوا في القوام عشان تجوا تخلطوها تفتكروا كذا.